نشوف جالاكسي امباكت اخيرا. اضرب حركة التي. يا ويلي يا ويلي، نفس وال 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 واو واو يا جماعة. الفترة الأخيرة يا جماعة قارب محتل اليوتيوب بسبب ظهوره في القصة وظهوره شوي من قوته بالأنمي. ماب أنمي سبيريت قرر يعملنا أسلوب قتالي عن قارب، فاليوم أحكي كيف تجيب الأسلوب، شو متطلبات الأسلوب، وكيف حركات الأسلوب، وش الدمج. والله لنستمتع. قبل أن نبدأ، صلى الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هون وصل 200 لايك على هذا الفيديو حلوين. إذا حد منكم حاب يفوت على الديسكورد نتواصل معه ونحكي إحنا وياه، نلعب مع بعض إن شاء الله يا جماعة الخير. أهلا وسهلا فيكم، تلاقوا الرابط بصندوق الوصف. وتعالوا نرجع، أنا مبسوط مش عارف إيش يا إخوان، عجبني بصراحة، عجبني الموضوع. قارب انا شخصيه بحبها كمان، تعتبر بالانمي، ولما ظهرت قوته باخر اشي بالانمي بصراحه عجبني اكثر واكثر. في جزيره هوانو اللي احنا فيها هاي حاليا، تمام. راح نلقى دانجون جديد، اي نعم دانجون كامل جديد راح نلاقيه، تمام. راح نيجي بالطريقه هاي، افرجيكم وين مكان الدانجون بالبدايه، اللي هو يا سيدي العزيز بالطريقه هاي هون بزاويه الدانجون، بزاويه الجزيره عفوا، على الشمال، جهه الشمال، تمام. بس يا رب مالك نط، بقول لك نط. قارب دانجون اسمه قارب، هم عاملينه تمام. هذا هون، وهذا سكن قارب البوت تبعه، شوف كيف عاملينه مزبطينه. اشوف اخوي بدي اشوف انا، ايوه اوكي، يعني ماشي حاله، كويس كويس. نحكي معاه نشوف، هذا عباره عن اويكنر، تمام. اي كان هيلب يو اوت بات يو نيد تو بي ليفل 2000، لازم يكون ليفل 2000، ونجيب 10 غارب شارد من الدانجون، اند يو هاف تو بي غارب فايتنج ستايل يوزر. ماشي ماشي، هذا الاويكنر. احنا بدنا اللي بنشتري منه الاسلوب يا جماعه، الاسلوب القتالي وين بيكون؟ شوفوا عاملين الاسلوب القتالي اخر الدنيا، شايفين احنا هون عند الدانجون، راح نروح للضفه الثانيه من الجزيره، الجهه الثانيه بشكل كامل، شيء معاكس على الاخر. تعال نجي نقرب من هون زي هيك، ناتي وناتي بعد كايدو بشوي صغير، راح نلاقي بوت مخفي هيك هون بالزوايا هاي، انا بتذكر. هايون ايو اخوي بالله، السلام عليكم. نحكي معاه نشوف شو بده. Would you like to learn the garb that will cost you 300,000 gems and a garb energy؟ بدنا garb energy، garb energy هاي اللي هون بنجيبها من خلال الدانجون، ومعه بدنا 300,000 جيم، 300,000 جوهرة، تمام. هذول بتجيبهم من الدانجون، انت بتجمعهم، تمام. بتفوت على الدانجون بتجيب جواهر، وبتجيب كمان يا سيدي العزيز اللي هي garb، اللي هي الانرجي، طاقة garb، وبتروح تشتري الاسلوب من غاد، وبتيجي تكمل كمان ايش، تكمل ايقاظ طبعا عشان نفتح اخر حركتين. انا جبت الاسلوب، تمام، هي الاسلوب معي، اخر حركتين مش معي لسه. تطوير، شو بيحتاج منا التطوير؟ التطوير بيحتاج منا نكون 2000 زي ما حكينا، ماشي، 10 شارد بس، 10 شارد وكل ليفل 2000 مش اكثر. نعمل يس، انا معي اياهم كلهم، اوكي، انلوك، فتحنا اسلوب كامل 100%. خليني افرجيكم الدنجون شو بيعطيكم البسه، الالبسه جدا جميله بصراحه يا جماعه. نفوت هون على الاكسسوارز، نشلح كل شيء والعياذ بالله، طبعا والعياذ بالله. اوكي، عندنا غارب ماسك، اول شيء القناع هذا يا حبيبي، اوكي، وغارب كيب، غارب كيب دقيقه والله انا، اوكي، هيفنلي ليج ارم، لا هذا ما له علاقه، اوكي، غارب كيب هيك. طيب شو بيعطينا كمان؟ بيعطينا كمان شغلات، غارب شيرت، اوكي مان، اوكي البحريه، تمام حلو، وضايل بانتس كانه صح، اللي هو غارب بانتس، هذول هم اللبسة كاملة معانا يا جماعة، ما شاء الله. بس أنا وجهي مش مبين، لو نشيل الماسك بيكون أحسن يا جماعة. دقيقة نشيل الماسك بالله، اللي هو القناع هذا، أشوف، يا سلام يا سلام، الفخامة والهيبة يا شباب، فخم اللبسة، اللبسة أسطورية بمعنى الكلمة. طبعا اللبسة مش بس إنها أسطورية كشكل، لا، اللبسة أسطورية بستات، طلع قدامك، حطلع لك أنا على اليمين وشمال الستات لكل إشي، يعني أنت رح تجيب من جوا أربع قطع إكسسوارات لقارب، اللي هو وحدة التوب البلوزه، تحت الثاني الشيرت البنطلون، عفوا البانتس البنطلون، هاي واحدة، هاي ثنتين، والثالثه اللي هي الوشاح تبعه الكيب، والرابع اللي هو الماسك. طبعا هذول كلياتهم لما بتكون انت لابسهم دمج الروح ودمج الاسلوب القتالي عندك راح يعلى بشكل مش طبيعي ابدا، كثير بيعطيك بف كثير. تعال نفوت الدنجن جوا نشوف شو الوضع، قديش دمه، شو وضع غارب جوا. 8 مليار يعتبر اعلى بوس موجود في اللعبه حاليا، اللي هو غارب 8 مليار دمه. هذا هو الدنجن، تمام، تفوت انت واصحابك تفرم عليه، تجيب كل شيء بدك اياه من جوا. اللبسه احلى بكثير على اللاعب، احسن بكثير ما هي على البوت، ركزوا على التفاصيل، اللبسه لما تلبسها انت مش هي موجوده على جوا البوت. اوكي، هاي جدا معقوله، الجزيره هاي جدا ممتازه للشوكيس راح تكون. الحركه الاولى اللي هي حركه الاي، تمام، راح نعطيك دمج 900 مليون لمليار، فتحه خير من اولها، حركه الاي مليار دمج. بسم الله الرحمن الرحيم، نط نط، نشوف القذيفه يا جماعه، القذيفه، اوليه اوليه، ايش هذا يا جماعه، ايش الحلاوه هاي، عن جد صايرين يزبطوا كم شغله بصراحه اخر فتره، تحديثاتهم بتجنن صارت. ما بس لو انه يطولوا بالهم شوي، يعني يطولوا بالهم شوي، مش كل ثلاث ايام تحديث. الحركه الاولى من اولها عجبتني يا اخوان،
بتنط زي هيك بتضرب الكرة، هاي هي عبارة عن كرة المدفع، هو اختصاصي مدافع بإيديه قوة رهيبة يرمي قنابل مدافع. حركة الزد راح تعطيك 500 مليون دمج، تمام. طير فوق نشوف الزد شو هي. اوكي ضربة هاكي، هاي جالكسي امباكت معقول؟ لا لا لا، جالكسي امباكت هي حركة التي، تمام. عندنا هاي حركة ثانية بس انا ما انتبهت اني شو قصتها. شو مرة ثانية بالله اضربها لقدام. اوكي عبارة كأنه بوكس، يمكن بوكس هاكي. حركة الاكس اللي هي كانون بول برارج اللي يا سيدي العزيز، هاي هي. شوف اكس، والله بترميها حلو، بتقيمها محل ما انت بدك. حلو 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 كثير، كمان جديدة مش مألوفة، يعني انك تقيم كل طابة تغيرها تقيمها. الحركة رح تعطيك 550 مليون دمج. نعم 550 مليون دمج. نشوف السي السولار كراش. اوكي مان صديق اضرب الضربة اشوف. حلوة جميلة، هي ابسط وحدة بيناتهم اتوقع. حاعطيك دمج ما بين 550 مليون و 600 مليون. هاي الحركة ارقامها ممكن تزيد، طبعا ممكن تزيد حسب انت شو ريسك، شو حاط ايتمات لابس قدامك انت لابس على شخصيتك، شو معك بف اللي زي السوبر سيان. هاي شايفين السوبر سيان هاي اللي هون، تمام. حسب شو انت عندك اغراض باللعبة كل ارقامها بتتغير وبتزيد، طبعا ممكن تقل اذا انت ما عندك امكانيات او انت ما عندك شغلات حلوة تلبسها. نشوف الفي سترونجست هاكي، نتسلح بالهاكي بالطريقة هاي يا جماعة. هاي هي البف تبعنا، بنتسلح بالهاكي بهاي الطريقة. حلو مش سيء ابدا، انيميشن رهيب زي الجالاكسي امباكت. نشوف جالاكسي امباكت اخيرا. اضرب حركة التي، يا ويلي يا ويلي، نفس وال 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 وال، واو واو يا جماعة. لا 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 جد، يعني افخم حركة موجودة بانمي سبيريت هاي هي. تخيل انه الحركة هاي راح تعطيك دمج مليار و500 مليون. لا مرة ثانية مرة ثانية عيد مرة ثانية دقيقة. اول اشي انزل سوي لايك حبيب قلبي انت وياه، سوي لايكات يا شباب نوصل 200 ان شاء الله. انت اللايك مرة ثانية، جالاكسي امباكت مرة ثانية يا جماعة. لا 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 رهيبة. ايوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ما اجملها، فيش نقاش ما في نقاش. اقوى اسلوب قتالي مع افخم انيميشن مع افضل حركة واعلى حركة دمج جالاكسي امباكت، مليار و500 مليون دمج. صراحة سكر ملفات كثير اساليب وكثير ارواح اساسا. يعني انا حاليا معي اقوى اسلوب في اللعبة، تمام، اللي هو تبع جارب، ومعي اقوى سيف اللي هو سيف يوروتشي الاسطوري. طبعا يوروتشي رهيب يا جماعة رهيب. شو سوي انا قاعدة قصدي التحول انا، تمام. اشوف الخبيصة مع الهاكي. اوكي هاي الهاكي وهي النار، والاقوى روح تقريبا هي اقوى روح على الاغلب اللي هي تبعت جوجيتا. نشوف التحول تبعها. اوكي فيوجن، ناسي موضوع انه بتحولوا عن طريق اندماج. يا حبيبي شكلي يا اخوان نار على دراغون بول، على ون بيس، على قاتل الشياطين. شكلي يعني انا مدمج. نعم يا استاذ انه هاكر، انا هاك، انا هاك تحولات اللعبه كامله مش طبيعي. طلع مفيش منظر اساسا، انت مش شايف منظر، انت شايف هاله بس. فبنوصل نهايه الحلقه يا جماعه الخير لهذا اليوم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تعمل لايك وشكرا اذا ما كنت مشترك، قربنا كثير على 20,000. شكرا لكم على الدعم، لو بكلمه حلوه لو تعليق سويتوا لي اياه، والله كله شايله فوق جوا قلبي، شايله اقسم بالله يا جماعه. مشكورين يا حبايبي، والسلام عليكم.